لمياء، عاود لنا شنو المشكل اللي وقع لراجلك؟ وسيدي وعند التريبورتور. نعم وسيدي، راك عارف كيخرج ليك السخان اللي غرب يمشي كيجيب الصخرة ويجي. وديك الليلة ما جاش سيدي. فوقاش؟ ما سست في العشية. نعم سست في العشية، خرج مع داك جوايج ثلاثة سيدي، جا تغدى وخرج. ديك الليلة ما جاش سيدي، بقيت مشوشة عليه. ما جاش. هو مول اللي تعطل في الزنقة ولا لا؟ لا سيدي، هو مش تعطل في الزنقة، هذا يجي هذاك وخيت يتعطل يجي يبات في دار العشرة صافي متحدد يجي يبات في دار. ديك الليلة سيدي بقيت جالسة وكنت ما جاش دارت العشرة، ما جاش بقيت نشوف عليه سيدي. الصباح بكري جاو سيدي البوليس، جاو البوليس قالو لك شي دباز وقع بيناتهم سيدي. قالك شي دباز وقع، قالك شي دباز وقع بيناتهم. مقالولناش سيدي مات، قالولناش راه فيه. فوقاش جاو عندك؟ جاو مع الستة. الستة الصباح؟ ستة الصباح جاو سيدي. قالولهم طلعنا معاهم سيدي الولاية، مقالولكش راه مات. قالك ولاو طلعنا معاهم الكومسارية، قالك راه في الولاية هو، حنا قاعدين ربعة وهو راه في الولاية. ملي طلعنا سيدي ومشينا للولاية ونقلبو عليه، قالك مكاينش في الولاية. ميت كان هو اللي كان ولاو كان هبطوا عندهم، قلنا عندهم ما كاينش هو في الولاية. قالك سيروا شي واحد نضرو راه في الله في المركب. كان مشيو للمركب سيدي، كيخرج عندنا الطبيب ديالو قالك عطينا العلوة عطينا السمية، قالك هذا هو راه ميت. قالك واه قالك جابوه لميت بربعة السوايع، قالك ما دخل قالك مشاش تال عندي ومات. قالك بربعة السوايع قالك جابوه لميت. وانت فاش جاك داك الاحساس باش حسيتي فاش ان تلقيتي هذا الخبر انه مات؟ وسيدي حسيت بازمه وحسيت بالقهر، وصابوا لي وليداتي وقهروا لي وليداتي وتسموا لي وليداتي وعلى علاقة الحال هو اللي بيا وهو اللي معيشني وهو اللي كيخدم عليا. شحال عندك الوليدات؟ انا عندي بنيتين ودابا راني معقوله سيدي وما عرفتش كيفاش ندير سيدي، ويتسموا لي بوليداتي ويتسموا لي في حياتي سيدي وما صدتش كيفاش ندير وما عرفتش دابا كيفاش ندير. دابا هو لقيتيه مقتول ولا لقيتيه مقتول؟ دابا لقيناه مقتول سيدي، قتلوه على سيدي وخدوني فيه ويتسموا الولاد سيدي وما عرفتش كيفاش ندير. والبوليس فاش كتمشي عندهم دابا شنو كيديروا معاك؟ شنو كيديروا معايا؟ نقول لك جاتنا حنا نديروا سيدي وما عرفتش دابا سيدي. انا كيخصو يعاونني وقبض له حقي وحق هاد الوليدات، وقبض له تا هو حقه ويتموه وليداتو وباغيات كنطالبو وكنشكو وكيقبض لي حق وليداتي وحقو تا هو. الحق ديالك الى تشدو، شنو طلبي من المحكمة دير في حقهم؟ تعاقبهم اسيدي وتعطيني حقي انا وحق وليداتي فاش يعيشو بهاد الوليدات وهم يعيشو سعداء في حياتهم ويعيشو مزيان اسيدي تيانا كيف بحالي كيف اليوم بحالي عايش معيشهم اسيدي وكنترجعهم ويعاقبوا دوك الناس اللي قتلوا لي ديك المجرمين اللي قتلوا لي راجلي ويتسموا لي وليدات اسيدي. هو الراجل ديالك معروف عليه انه ما كيكمي ما كيسكر شنو؟ ما كيكمي سيدي ما كيسكر والو سيدي، انا راني هذاك راجلي وانا عارفه كيخدم على وليداتو ويجا سيدي. عاودي كارير وعلى قد الحال ما عندنا ما نستعلمو من عليهم. عاودي لنا كيفاش شنو كيف الطريقه كيفاش تقتل؟ الطريقه شنو قالوا لك الجيران البوليس كيفاش تقتل؟ قال لك اسيدي قتلوه، تعرضوا في الطريق شي عصابه شي سكيريه وقتلوه اسيدي.